التجاذبات بين سيول وبيونغ يانغ ترفع منسوب التوتر من جديد على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، فبعد مرور يوم فقط على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً صوب البحر وقبال تجارتها الجنوبية، ها هي سول تعلن بدء أول مناورة بحرية مشتركة مع واشنطن بالقرب من شبه الجزيرة منذ 5 سنوات. البحرية الكورية الجنوبية أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن المناورات تأتي ردا على التحركات الكورية الشمالية الاستفزازية وفق بيان رسمي. بعد الإطلاق عقد رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القوات الأمريكية في كوريا اجتماعا لمناقشة الوضع عن كثب، وأعاد التأكيد على استعدادهما الدفاعي المشترك من خلال التدريبات البحرية المشتركة المخطط لها بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهو الرد على أي تهديدات أو استفزاز من كوريا الشمالية. وتستمر المناورات 4 أيام بمشاركة 20 سفينة، من بينها حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالدفع النووي رونالد ريغان، وتشمل التدريبات محاكاة لقتال بحري والتصدي لغواصات في إطار مناورات تكتيكية وعمليات بحرية أخرى على ما أوضحت البحرية. وأجرى الحليفان واشنطن وسول أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما منذ عام 2018، ونددت كوريا الشمالية بالانتشار العسكري الأمريكي ووصفته بأنه تدريبات على الحرب ودليل على السياسات العدائية لجارتها الجنوبية والولايات المتحدة. وتراجع مستوى التعاون العسكري بين الحليفين بسبب ظروف جائحة كورونا، فضلا عن التقارب الدبلوماسي بين سول وبيونغ يانغ الذي لم يعد اليوم قائماً.